مريم بتحكي شوي يا حبيبي بشوف. ولو كانوا هيك سنينك ما كنت اخذت. عم شو حطيت لها؟ حطيت لها شيء لما تاخذها. عن جد؟ اخذتها حطلع شو شو اللي حطيت عليها؟ قديش السنين مهمين؟ قد ايه عن جد بفرق هلا هلا عن جد عم بتطلع حطلع فريوش وحطيت. مش عارفك ما شفت حالك. حتطلع في اليوم الاثنين كثير مهمين. انا ما كنت اتجوزتها لو كانوا اثنين وهيك. انت قلت لي حتطلع شيء ليطلعوا حلوين. والله العظيم ما كنت اتجوزتها.